ننتقل معكم بعالم الصباح لفقرة زودياك واتصالاتكم مباشرة على الهواء مع كارمن. صباحكم بألف خير. صباح الخير رولا، اتصالاتكم مباشرة على الهواء مثل كل نهار خميس بهذا الوقت، الاتصالات بزودياك، واللي ما بيقدر يحضر الفقرة عادة بيقدر يتابعها على اليوتيوب كمان. ما تنسوا الأبراج يوميا كمان بتقدروا تتابعوها على اليوتيوب عالم الصباح. رح أخذ أول إيميل من عايدة. عايدة مواليد 23/1/63، عم تسأل بشكل خاص عن الوضع المادي، ما عندها ولا سؤال تاني. خلونا نشوف عايدة شو الموضوع اللي ناطره. طبعا ما عندي ساعة ولادي، وبالتالي رح اشتغل بشكل عام على النجوم نهار الولادة كيف كانوا. وبالتالي كل شيء بقوله لانه ما عندي ساعة ولادي رح ينطبق على كل شخص خلقان ب 23/1/63. بالنسبة لها بقول لك عايدة، اللي اكثر شيء زعجني انه ما رأيت التأثيرات الحلوة من حوالي سنتين تقريبا. كان في امور كثير حلوة جيدة، كان في تطمينات، كان في نقلة نوعية، كان في امور مرتبة بانتظاري، كان في نوع من تطور، نقلة نوعية، تحسن. عم تسألي عن الوضع المادي وعم انا عم بقول لك عم جاوبك انه الوضع المادي مرق بفترة كان مفروض تتقدمي فيها. بتمنى اذا عم نحكي عن موضوع مهني او عم نحكي عن موضوع عائلي، يعني ناطرين مصاري بالعائلة، انا بقول لك انه كان مفروض تاخديها بهالفترة الحالية. ماني شايفة في تقدم، ماني شايفة تحسن، بالعكس في احتمال انه في رزقة تروح من دربكم هالفترة. زحل لما بيكون قاطع نوعا ما بشكل نوع من رزقة بتبعد عنكم. في احتمالات جيدة لا بأس بها انه ابتداء من كانون الاول ديسمبر تبلش الامور عندكم بالبيت وبالعائلة وعندك انت تبلش تتحسن، بس انتبهوا بهالفترة. طبعا نحن هلأ بشهر نوفمبر، شهر نوفمبر يمكن يكون الاتعب عليكم ماديا، بديك تطولي بالك وتمتنعوا عن اي مغامرات مالية. من ديسمبر وطالع بتكونوا انت بتكوني صرتي على شط الامان خاصة ماديا. إذا في اتصال بياخذ اتصال. ألو؟ ألو؟ يا أهلا. بليز بس بدي أسأل عن الوضع المادي والمهني والعاطفي. تاريخ؟ تاريخ 26/12/94. الـ94؟ أي سوري. 10 الولادة. لحظة سوري بدك ترجع تعطيني إياهم. أوكي، تاريخ 26/12/1994. الـ94 والساعة؟ 10. 10 شو؟ 10 الصبح. ايه اوكي، انت شو بتعمل حاليا؟ انا بشتغل فاميلي بزنس يعني مع والدي، بعدنا عم ستارت اب لشغل جديد، بس هيك بدي اخذ شوف هيك شوف شو الوضع يعني. الساعة اللي اعطيتني اياها قديش صحيحة تقريبا؟ انا قالوا لي الفلكشويشن بين 9:30 و10، بس انه 10 بالمبدا. بس سؤال، انت بتحس حالك كثير تقني، بتحب التقنيات ولا ما بتهتم فيها بالمرة؟ لا انا بحب التقنيات. اوكي، لانه اذا عندك تي في قدامك في عندي طالع اذا ملاحظ اكزاكتلي على الحفه بين الدلو والبواسون. اذا انت كثير تقني وبتحب الكمبيوتر وبتفهم فيه وبتستوعبهم بسرعه، على الارجح بيكون طالعك الدلو. هيدا الشيء بالنسبه لي مهم، وبهمني اعرف لحظه الولاده قديش دقيقه لحتى تقدر تعطيني صوره افضل على وبتساعدني بتسهل علي الإجابات. بس كنت عم بشوف شغلة بالنسبة لألك، بالنسبة لألك أنا شايفة في تحسن كتير كبير. ما بعرف شو صار عندكم هلأ، شو اللي عم بيصير عندك أنت بأحوالك الخاصة وببيتكم، في تحول نوعي إيجابي، يمكن يكون نفسي، يمكن انت منك لحالك عم تتغير، عم تكبر، عم تتغير الامور، نضوج مغير. يمكن مشان هيك عم تسال انه انت هل يا ترى
شغلك كيف رح بيكون، هل يا ترى رح تتغير الامور؟ بقول لك انه انت دخلت بمرحله تطورات، مرحله كثير حلوه نوعيه، عم تشتغل فيها على حالك اكثر، وبس لما تشتغل على حالك اكثر رح تتغير نظرتك للامور ورح تعرف تاخذ القرارات التاليه. مرقت بفتره راحت الرزقه من دربك بحوالي تقريبا اخر 2015 اول 16، كانت فتره كثير صعبه عليك، لكن هلا بقول لك انت لحطك بالجو، انت نجمك عم يقوى. بالنسبه لك صحيح عم تشتغل ببزنس عائلي فاميلي بزنس، لكن انا بقول لك نجمك عم بيقوى عم بيعلى بشكل كثير مهم. هيدي 2016 17 18 و19، عندك 3 سنين من اهم ما يكون. الشغله الوحيده اللي ما حاببتها بصراحه هو لما زحل بيوصل لكابريكورن باخر ال17، بدك تنتبه زحل بيوصل لبرج الكابريكورن وبيطالك انت بشكل خاص بدايه، انت والوالد، هذا معناته انه مقبلين على فتره باخر 2017. هذا الشيء بتقدر تتابعه، تاثير زحل بتقدر تتابع تاثير زحل بكتابي الكتاب 2017. المهم من هلا لوقتها مكتوب عليك انت دائما 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 شخص بيسافر. البيت التاسع في كواكب بتحمل سفر، في تغييرات كثير كبيره دائما بحياتك، او اذا انت باقي بالفاميلي بزنس بتمنى تدخل على الجوب ديسكريبشن عندك اياها يكون في سفر، يكون في تنقل، لانه بيمشي حالك كثير بهيدي المجالات. ناخذ اتصال من لوجين. صباح الخير مدام. يا اهلا وسهلا، معك لوجين من الشام. تفضلي. انا مواليد 10/10/1985. نعم. بين الساعه 1 و1 ونص بعد الظهر، ما بعرف ايمتى بالضبط. اوكي. بدي انه الشغل والامور العاطفيه والصحه، بس القصص هي اذا ممكن. مجوزي؟ لا. اوكي لوجين، شكرا لاتصالك. بالنسبه لها لوجين، الحلو عن لوجين انه في هي من مواليد برج الميزان. مواليد برج الميزان هن بعتبرهم حاليا من الاشخاص اللي كثير ماشي حالهم، ومن الاشخاص اللي رح يمشي حالهم اكثر واكثر. في عندهم اشياء مهمه في السنه اللي جايه، بالسنه اللي بعدها في اشياء ايجابيه، في تنوع عندكم، في تحسن حتى بالوضع الصحي، حتى بالوضع العائلي، يمكن حتى يكون في عندك زواج، يكون في خطوه كثير مهمه تجاهك. في خطوة 12 سنة بيمرق الحظ مرة، فيكي تاخديها أنت، فيكون العلاقة بزواج، فيكون العلاقة بتغيير شغل. حضري حالك عفوا، سنة 2017 رح بتكون سنة التغيير النوعي الإيجابي بالنسبة لإلك. ناخذ اتصال من لينا. تفضلي يا لينا. يا اهلا، كيفك كارمن؟ الحمد لله، تفضلي. اول شيء بدي اقول لك ميرسي كثير، لان السنه الماضيه حكيتك وكل شيء قلتي لنا اياه زبط. الحمد لله، ان شاء الله. خلينا نشوف السنه شو القصه. ايه هلا بدي اسالك، انا بنتي اسمها ليا، خلقاني بال 84 9 تموز. خلينا نبلش من جديد. 9 تموز 1984. اي ساعه؟ الساعه 9 الصبح. هيك اشتغلنا؟ ايه. اوكي، والسؤال؟ بدي اسال اذا بدها تجيب بيبي ان شاء الله السنه وشغلها. اوكي، شكرا لاتصالك. ميرسي. ان شاء الله يكون اللي اعطيتيني تواريخ الساعه مضبوطه. موضوع البيبيز، شو في عندي انا موضوع البيبيز؟ موضوع البيبيز بتطلع البيت الخامس، بتطلع البيت الرابع، بالنسبة لها في عندي كثير، في 3 كواكب حلوة كثير موجودة، البيت 11 كمان بهمني، بهمني القمر عندها، كل هالامور هيدي بالنسبة لها، لأنه عندي ساعة ولادة بتقول له إنه الأشياء الحلوة اللي عندها، مرقت بمشاكل، مرقت بمشاكل وبظروف ما كانت سهلة، كانت صعبة، ضايقتها بسنة 2016 خاصة الجزء الثاني منها. أنا اللي بشوف عندي، بشوف إنه في عندها فرح، بشوف في عندها أشياء كتير مهمة من هلا لقبل ما يوصل شهر نوفمبر 2017، وبالتالي أنا شايفة في عندي 10 أشهر 11 شهر حتى بلاقيهم كتير ممتازين بالنسبة لها. وبتمنى إذا في عندها فعلا رغبة إنه يكون في عندها بيبي حمل حاليا، بتمنى إنه تشتغل على هالموضوع. الصيف إن شاء الله بيكون بيحمل لها أخبار كتير سارة وبتكون هي مبسوطة.
بناخذ اتصال من تراز. الو. الو، صباح الخير. يا اهلا وسهلا. خلي لي صوتك الحلو حبيبي. تسلمي. انا بدي اشوف مش مستقبلي، ما بيهمني مستقبلي راح، لانه مواليد ال 65 واول ايلول، بس ما بعرف اي وقت بالضبط. خلقان يا ماني معروف وعائلتي. 1 أيلول 65 ما بنعرف اي ساعة. ايوه. هيدا لمين؟ هيدا لالي. لاليك؟ ايه. اوكي، بدك تشوفي بشكل عام. ايوه اعملي معروف. اوكي، شكرا تيريز لاتصالك. خلينا نشوف تيريز عندها تاريخ الولادة، فينا نشتغل على تاريخ الولادة، حتى تاريخ الولادة كثير بيساعدني وبيساعدكم وبيعطيكم معلومات كثير كثير مهمة، بتعطيكم صورة عامة وشاملة وكثير واضحة، لكن إذا عندكم ساعة الولادة بعطيكم تفاصيل كثير كثير دقيقة عن نهار أو أوقات بعطيكم إياها على الشهر حسب الأسئلة اللي أنتم طالبينها. بجميع الأحوال خلونا نشوف تيريز شو اللي عندها، عم تسأل عن موضوع العائلة، موضوع العائلة بالنسبة لها أنا اللي شايفته عم بيتطور من سنة 2015، عم يبرم الدولاب بشكل جيد، عم يبرم الدولاب بشكل إيجابي، منه حامل تأثيرات سلبية، تقدم الوقت مثل ما بيقولوا، الوقت عم بيمشي لصالحك، بعد فين تكون أخبار حلوة بالعائلة، رح تسمعوا أخبار كثير حلوة بال 16 بال 17 عفوا وبال 18 بالنسبة لإلك، هيدي من ورقتك أنت، في أخبار رائعة، ما بعرف شو ناطرين بالنسبة للبيت، بالنسبة لل عقارات، ورثة مثلا، إذا عم تشتغلوا على هيك معاملات، أنا بقول لك إنه في أخبار حلوة وجيدة ومطمئنة، وحتى رح بتكونوا مبسوطين كثير ومنكن أبدا مزعوجين، لكن يلي ما كثير كثير حببته، في عندي بسنة 2017 في عندي بعض الغيمات، في غيوم بتروح وبتجي، يعني بتهز شوي احيانا هالارض اللي احيانا بتحسوا حالكم انه انتم مثبتين، لكن بيمرق قصه معقوله تخليكم شوي تتشربكوا بسنه 2017، بدي اياك تكوني ثابته قوي حالك، عندكم ثقه بنفسكم ببعضكم وتكملوا. هذا كان اخر اتصال لليوم، خلص زودياك لليوم، بدي اتمنى لكم نهار كثير حلو، نهار الخميس، كل نهار خميس بهالوقت زودياك، عوده لك رولا. شكرا لك كارمن، رح نتوقف نحن مع فاصل صغير ومن بعدها بنكفي معكم.